بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من نوابغ مصرية، مصر مليئة بالمواهب وبالأصوات الحسنة. النهاردة معانا نابغة من النوابغ القرآنية المباركة، ابننا أحمد صالح من السويس. أهلا بيك يا شيخ أحمد. أهلا بحضرتك دكتور. منورنا. نور حضرتك. ما شاء الله عليك يا شيخ أحمد. وبالمناسبة لا زال معهد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يعني يتحفنا بالأصوات الندية والمواهب القرآنية والإنشادية والابتهالية. تحية لمعهد الطاروطي وللمولانا الدكتور عبد الفتاح وللأستاذ جودة على هذه المواهب التي يعني يتحفون بها دائما وأبدا. وخير ما نبدأ به مع الشيخ أحمد القرآن الكريم. تفضل يا عم الشيخ أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن المقرين. ضيفت عليك يا شيخ أحمد. إيه الجمال ده؟ ده
ونعم الحضرة. تختمت القرآن ولا لسه؟ لا لسه. حافظ كم جزء؟ حافظ 8 أجزاء. طب شد حيلنا بقى إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله كده نفرح قريب وأنت خاتم القرآن كامل إن شاء الله. الله. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. أمين. هروح فاصل وأرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لحضراتكم تاني ولسه مع ابننا الموهبة، ابننا الشيخ أحمد صالح القارئ والمنشد، ربنا يبارك فيه ويقر عين والديه به إن شاء الله. أن ننتقل بقى يا شيخ أحمد من القرآن للإنشاد، عايزين نصلي على سيدنا النبي شوية، هتقول لنا إيه بقى؟ طب يلا بسم الله. صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه. صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه. حيت يوم الغار حماما والعنكبوت وتلك علامة. حيت يوم الغار حماما والعنكبوت وتلك علامة. وتظله في الحر غماما، وتظله في الحر غماما. يا فوزنا والله بطاها. صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه. والبدر كم يشتاق إليه، فانشق حين أشار إليه. والبدر كم يشتاق إليه، فانشق حين أشار إليه. والجزع أن وحن إليه، والجزع أن وحن إليه. يا فوزنا والله بطاها. صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه. صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه. وبفضل رب العرش عليه نطقت زراع الشاة لديه. وبفضل رب العرش عليه نطقت زراع الشاة لديه. منعت وصول السم إليه، منعت وصول السم إليه. يا عزنا والله بطاها. صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه. صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطه. فهو الذي نشتاق نراه، سبحان من بالنور حباه. فهو الذي نشتاق نراه، سبحان من بالنور حباه. فلعلنا بالعين نراه، فلعلنا بالعين نراه. يا سعدنا والله بطاها. صلوا على من ذكر الله نور الهدى ياسين وطاها. اللهم صلي وسلم وزد وبارك يا ربنا على سيد السادات سيدنا محمد
صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، اللهم آمين. الله يفتح عليك يا شيخ أحمد، الله يبارك في حضرتك. ما شاء الله ما شاء الله. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومول. رجعنا لحضراتكم تاني ولسه مع ابننا القارئ والمنشد أحمد صالح، يعني خريج معهد الشيخ عبد الفتاح الطروطي. ربنا يبارك في الدكتور عبد الفتاح وفي كل القائمين على هذا العمل المبارك اللي بيخرجوا لينا أجيال يعني ما شاء الله من الأصوات الحسنة والمواهب المتألقة في القرآن والإنشاد. من ضمن الحاجات اللي بتدرسوها في المعهد الشيخ أحمد التحفة، تحفة الأطفال للإمام مين صاحبها؟ سليمان الجمزوري. يلا سمعنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. يا كل راجي رحمة الغفور دوما سليمانه والجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المجيد ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكنها للتنوين أربع أحكام فخذ تبيني، فالأول الإظهار قبل أحروفي للحلق ست رتبت فلتعرفي، حمز فغاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغمك دنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غن في اللام والراء ثم كررن، والثالث الإقلاب. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمي هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضائما. يفتح عليك، ايه الحلاوه دي؟ ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. وقالوا مشايخنا قديما من حفظ المتون حاز الفنون. ربنا يبارك في أولادنا وأولادكم ويجعلهم قرة عين لنا ويجعلهم من أهل القرآن، اللهم أمين. أشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.